غوتيريش يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على القطاع ورفح الفلسطينية. أرمينيا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية وترحيب عربي بالقرار. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مع مواصلة استهداف ضباط وجنود الاحتلال. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر رغم الإدانات الدولية والمطالبات بضرورة وقف إطلاق النار. في المقابل تواصل مصر جهودها الدؤوبة للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مع مواصلتها إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وخلال مؤتمر صحفي حذر غوتيريش من خطورة اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. موقفنا كان دائما واضحا منذ وقت طويل، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري كما نحتاج إطلاق الرهائن فورا. وفيما يخص العمليات العسكرية التي تؤثر طبعا على المدنيين فهذه لن تحل أي مشكلة. أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين خلال استهداف قوات الاحتلال لخيام النازحين في منطقة مواصي برفح الفلسطينية. هذا وكثف جيش الاحتلال قصفه على مدينة رفح الفلسطينية في حين اشتبكت القوات الإسرائيلية مع عناصر من حركة حماس بالمدينة. وذكر فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية تحاول استكمال سيطرتها على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة على الطرف الجنوبي للقطاع، حيث تتوغل الدبابات الإسرائيلية في الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة بعد أن استولت بالفعل على شرق المدينة وجنوبها ووسطها. استشهد نحو 14 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي لوسط وشمال قطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن فلسطينيين استشهدا وأصيب 12 آخرون، وذلك جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات، كما أصيب عدد آخر جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج. وفي مدينة دير البلح استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، وذلك جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة، فيما استشهد 8 وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 37,431 شهيد و 85,653 مصابا.
أظهرت وثائق نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أسمتها بصلاحيات قانونية إلى مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. أوضحت جارديان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي، مشيرة إلى تخطيط إسرائيل للبناء على 60% من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية المحتلة. وقد أشارت صحيفة جارديان أيضا إلى أن هذه الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي تغطي قطاعي البناء والزراعة. بسياسة وعد من لا يملك لمن لا يستحق، تمضي إسرائيل دولة الاحتلال في محاولاتها الحثيثة لطمس الهوية الفلسطينية وتغيير ملامح الضفة الغربية المحتلة عبر سياستها الاستيطانية التي تتواصل منذ عقود وتتناقل بين حكومات الاحتلال المتعاقبة وكأنها عقيدة تتوارث. آخر محاولات الانقلاب الديمغرافي في الضفة الغربية المحتلة تحدثت عنها صحيفة الجارديان البريطانية من خلال الكشف عن وثائق تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أطلقت عليه بصلاحيات قانونية إلى المستوطنين. الصحيفة البريطانية أوضحت أن تلك الصلاحيات نقلت إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، مشيرة إلى أنهم مسؤولون عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة. كما كشفت الوثائق أن الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاعي البناء والزراعة. كانت الجارديان قد كشفت في تقرير لها في شهر أبريل الماضي أن الحكومة الإسرائيلية سرعت بناء المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة منذ بدء أحداث 7 أكتوبر الماضي، حيث تمت الموافقة على المضي قدما في أكثر من 20 مشروعا استيطانيا يضم آلاف الوحدات. إذن هي محاولات لا تتوقف لاقتلاع الشعب الفلسطيني الصامد من أرضه، بل هي معركة بقاء يخوضها الاحتلال بسياسة فرض الأمر الواقع، محاولات فاشلة يقودها الاحتلال منذ عقود من أجل تزييف التاريخ وقلب الحقائق، لكنه يصطدم بأجيال متعاقبة من أيقونة الصمود وأصحاب الأرض. أكد ريتشارد بيبركورن مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية أن الهدنة التكتيكية اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب غزة لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية. وقال المسؤول بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف أنه لم يتم ملاحظة وصول أي مساعدات إنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة التكتيكية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عددا من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة، بينهما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض. أوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي، مضيفا أنه في الفترة من 7 وحتى 14 من يونيو الجاري قام المكتب بتقييمات إنسانية في مواقع النزوح بدير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي برفح الفلسطينية، ووجد أن الفلسطينيين يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتظة. أكد مكتب الإعلام بمنظمة الأونروا في غزة أن المساعدات الإنسانية تدخل بكميات قليلة جدا ولا تكفي لمليوني فلسطيني في قطاع غزة. أضاف مسؤولو الأونروا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع عراقيل كثيرة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، مطالبين بضرورة السماح بتدفق الإمدادات الإغاثية الضرورية لإغاثة المدنيين. من جهة أخرى، أشارت المنظمة الأممية إلى أن نحو 600,000 طالب حرموا من التعليم في العام الدراسي لهذا العام نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، مبينة أن 280 مدرسة كانت تديرها الأونروا لم تعد تقدم خدمات تعليمية لأنها تحولت لمراكز إيواء للفلسطينيين.
غادر الآلاف من النازحين أطراف رفح الفلسطينية باتجاه وسط غزة وشمالها، وذلك هربا من آلة القتل الإسرائيلية. هذا وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا على الأهالي في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. حاملين أمتعتهم على عربات أو على ظهورهم في رحلة نزوح قسري جديدة، غادر الآلاف أطراف رفح الفلسطينية باتجاه وسط غزة وشمالها، فارين من الموت إلى موت من نوع آخر، حيث عاد الفلسطينيون إلى مناطقهم ليجدوها مدمرة بالكامل. لم يتبقى شيء من الذكريات سوى الأطلال وركام المنازل التي تذكرهم بأحبائهم. لا مأوى، لا مأكل، لا مشرب. أنا نزحت تقريباً 5 مرات، أول ما طلعت على الانصارات على الشارع 20، بعدها نزحت من الانصارات على خان يونس، ومن خان يونس نزحت بعدها رفح، وحالياً نزحت من رفح على اللي هو خان يونس المنطقة الغربية بسبب الخبط اللي بصير حوالينا والخوف. حالياً أنا موجود في منطقة خان يونس زي ما أنت شايف، في مكان صحراء وما فيش موجود لا مية ولا أي حاجة من مقيمات الحياة. وتزداد ظروف النزوح سوءا مع طول أمد الحرب وتكرار الهروب من آلة القتل الإسرائيلية التي لم ترحم شيخا أو طفلا ولم تفرق بين رجل أو امرأة، في ظل استخدام إسرائيل الحصار كأداة ضغط في عدوانها على غزة منذ أكتوبر الماضي. وعلى عكس أقرانهم في أي مكان آخر، لم تكن فترة عيد الأضحى هذا العام فرحة للعديد من سكان غزة، بل كانت لحظات الحزن وألم الفقد والمعاناة من مرارة التهجير المتكرر هو المشهد المسيطر، حيث بات حلم كل فلسطيني خيمة تجمعه مع عائلته بعد أن فرق العدوان الإسرائيلي بدم بارد بين الأهل والأحباب. ومن بين القصص والعبرات يروي إبراهيم عودة قصة نزوحه، فهو أحد الناجين من الغارة الإسرائيلية في 29 من أكتوبر الماضي التي استهدفت حي تل الهوى، فيما استشهد جميع أفراد عائلته باستثنائه واثنين من بنات أخيه. أنا فاقد لعائلتي، وشعوري الإنساني اللي زي شعور أي شخص أنه بحتاج لفترة طويلة لحتى أخرج من الحالة اللي مريت فيها وأطلع من الحالة اللي مريت فيها بعد فقداني لهم، سواء في مرور العيد أو في كل وقت من يوم الاستشهاد لليوم، مش بس في يوم العيد. يعني اليوم إجا العيد أنه فقدتهم، لأنه كنا يطلع صباح العيد وذكرياتنا وحياتنا يعني الخاصة غير عن أي يوم تاني، لأنه عيد طبيعي كل الناس اليوم مع عائلاتهم. اليوم أنا رغم رفضي لكل مشهد الخيام اللي احنا بنشوفه، ولكن كان ممكن حيكون أحسن بالنسبة لي أنه لو أنا موجود أنا وياهم في خيمة زي هالناس كلها، رغم أنه أنا رافض فكرة الخيام، يعني من بشاعة ما أشاهده يوميا داخل الخيام. عانى عودة من النزوح للمرة الخامسة وسط القطاع المدمر، كحال مئات الآلاف من العائلات النازحة يوميا في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على المناطق المأهولة بالسكان. وإلى أن يتوقف العدوان ويعود الحق لأصحابه، ستظل وصمة العار تلاحق جبين الإنسانية، فإن تناساها الجميع فلن ينساها التاريخ أبدا. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. من يعترفها رسميا بدولة فلسطين ليرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أوضحت الخارجية الأرمينية في بيان لها أن أرمينيا انضمت إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة حرصها على إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار شددت أرمينيا على أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع من القضايا الأساسية على جدول الأعمال السياسي الدولي التي تتطلب الحل الجذري والعاجل.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين. وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستستكمل العمل مع جميع الدول والمؤسسات الدولية من أجل إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني. كما دعت الخارجية الفلسطينية دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني في دولته وعاصمتها القدس الشرقية. رحب البرلمان العربي بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات السيادة، مؤكدا أنه يعد انتصارا جديدا للقضية والدبلوماسية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. هذا وأكد البرلمان العربي أن هذا الاعتراف خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. ثمن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية للعمليات العسكرية الإسرائيلية. قال نتنياهو إن الفيديو الذي ظهر فيه وهو ينتقد إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لحجبها الأسلحة كان ضروريا بعد أشهر من المحادثات مع واشنطن بدون حل للمشكلة. وزعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة تجنب سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل نزع السلاح في غزة بشكل مستدام وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل على حد قوله. كشفت شبكة CBS الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الإسرائيليين لم يقتربوا بعد من تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حركة حماس. وأرجع المسؤول الأمريكي رأيه إلى وجود المئات من عناصر حماس على قيد الحياة فضلا عن وجود أميال من الأنفاق غير المستكشفة على حد تعبيره. وفي هذا الإطار أكد المسؤول الأمريكي أنه بغياب خطة إسرائيلية لليوم التالي فإن الاستراتيجية الحالية هي وصفة لحرب مستمرة. عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله. هناك اتصالات دائمة مع الطرفين من أجل ليس لفعل الأفضل من أجل تخفيض التصعيد، ولكن أيضا لنضمن بأن المهمة قد تحققت ولحماية أمن ليس فقط الشعوب أو الشعبين ولكن أيضا قوات حفظ السلام. وهناك خطة مفصلة لحماية قوات حفظ السلام و
من ضمنها مثلا فيما يخص إذا كان هناك انفجار كبير للوضع هناك، هناك دائما خطط موجودة وهناك قوانين تتبع حتى نضمن أمن قوات حفظ السلام مهما حدث. ولكن الآن قلقنا أو ما نهتم به أكثر هو أن لا يكون هناك تصعيد كبير يكون كارثيا للمنطقة والعالم. أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم جوي بسرب من المسيرات على موقع رأس النقورة البحرية، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابات مؤكدة وتدمير جزء من الموقع. وأوضح حزب الله اللبناني أن ذلك الهجوم جاء ردا على الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية في دير كيفا. كما أعلن حزب الله استهدافه موقع الرمثا في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. يأتي ذلك فيما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية منطقة هورا بين دير ميماس وكفر كلا. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها. وقد جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان عبر الفيديو كونفرنس، والمنعقدة برئاسة الرئيس موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي. هذا وقد شارك في هذا الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير التنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 2254 منفذا على مستوى الجمهورية. كما تقوم منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بطرح عبوات بأسعار مخفضة بنسبة 50% عبر منافذها الثابتة والمتحركة. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد والمستمرة اعتبارا من الأول من يونيو ولمدة شهر لتوفير كافة أنواع السلع غذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40%. فخورين بالمشاركة في المرحلة رقم 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والمبادرة موفرة أصناف كتيرة بأسعار مميزة وأسعار مخفضة زي الأصناف الاستراتيجية وأصناف الأدوات المنزلية عليها عروض قوية جدا، وأصناف الأغذية الطازجة نفس الشيء عليها عروض قوية جدا. مبادرة كلنا واحد فعلا السلع متوفرة بأسعار أقل بكتير من الموجودة بره، وهي دي اللي احنا محتاجينه فعلا. لا يا كل حاجه طبعا متوفره باسعار كويسه، حاسه ان الميزانيه معايا لا فرقت جامد بالخصم اللي موجود. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. تشهد هذه المرحله مشاركه واسعه من السلاسل التجاريه والاسواق التجاريه الكبرى وموردين لحوم وخضروات وفاكهه وتجار جمله وتجزئه لضمان وفرة المعروض عبر 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية، كما أن البعض منهم يشارك للمرة الأولى استنادا إلى نجاحات المبادرة في دعم المواطنين في مراحلها السابقة. ما زالت الوفرة موجودة وما زالت الحاجة موجودة، الرز، السكر، المكرونات، الزيت، نزلت أسعارها حلوة. لا المبادرة فايداني انا وفايده ناس كتير. انا بنصح كل الناس طبعا ان هي تتجه للاماكن اللي فيها المبادره، يلاقوا المنتجات متوفره وبسعر مخفض يقدروا يشتروا حاجات البيت ومتطلباته. جوده عاليه تتميز بها السلع المشاركه في المبادره فضلا عن اسعارها المخفضه عن مثيلتها بالاسواق، متاحه بالمنافذ والاسواق التجاريه الكبرى والشوادر الموضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت
لسهولة وصول المواطنين إليها. بقالي يمكن أكتر من سنتين بنزل هنا كل أسبوع أو 10 أيام أشتري كل احتياجات البيت. الأسعار معقولة جداً جداً وأقل من أي مكان تاني. الأسعار فرقة جداً، أنا بقدر أنوع الأنواع السلع عن برة، بقدر أجيب حاجات جداً ما بلاقيهاش برة ساعات. فبصراحة أنا حابين نشكر سيادة الرئيس على المجهود المبذول لينا وللشعب، وده إحساس منه بالشعب فعلاً، يعني شاكرين جداً. كما تواصل منظومة أمان وتزامناً مع المبادرة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وقوافل السيارات على مستوى الجمهورية، وكذا توفير عبوات تحتوي سلع غذائية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. ونشكر السيد عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة إن هي بتساعد الفقراء وبتساعد المحتاجين، فإحنا عاوزين المبادرة دي بزيادة. هي كرتونة والله حلوة، ربنا يخلينا الرئيس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية. دايماً هنا شرطة وشعب. قام وفد من القنصلية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للإطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بها. كشفت البعثة الطبية المصرية أن الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات بمكة المكرمة وصل عددهم حاليا إلى 163 وحالتهم جميعا مستقرة. على خلفية إصابة ووفاة العديد من الحالات خلال تواجد ضيوف الرحمن لأداء المناسك بمشعري عرفات ومنى بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والذي يعد معظم من الحجاج غير النظاميين أصحاب الزيارات الموسمية، قام وفد من القنصلية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية برئاسة الدكتور عمرو رشيد رئيس البعثة بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة والتي يحجز بها العديد من الحجاج المصريين للإطمئنان عليهم والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم. ابتدينا الزيارات الميدانية للإطمئنان على المصريين المنومين داخل المستشفيات. الحمد لله الأمور طيبة بالنسبة لكل الناس المنومة، في جهود مبذولة من القنصلية المصرية، جهود مبذولة من الصحة السعودية، جهود مبذولة من البعثة الطبية، وطبعا كل ده عشان يتم الاطمئنان على كافة المصريين الموجودين داخل المستشفيات. معظم الحالات منومة داخل المستشفى بقالها تقريبا 48 ساعة أو 72 ساعة. الحالات كلها الحمد لله بتتمثل للشفاء، في حالات كتير الحمد لله كتب لها خروج هتخرج النهاردة، في حالات مازالت تحت الفحص والعلاج الطبي، والحمد لله الجهود مستمرة، وإن شاء الله كل الحجاج يخرجوا وكل المصريين يكونوا بسلام بإذن الله. الحقيقة يعني إحنا لدينا جهود كبيرة من القنصلية المصرية هنا، الدكتور عمرو كان حريص جدا على جميع الحجاج المصريين، الزيارات مستمرة، الاطمئنان على جميع الحجاج المصريين، الحمد لله هم في يعني يلقوا كل الرعاية الطبية، فهذا فضل من الله ونعمة، ونشكر الله على أن يسر لنا خدمة حجاج بيت الله الحرام. حجاج المصريين هنا يلقوا جميع الدعم وجميع الإمكانيات هنا مسخرة لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام. الحجاج المصريين الآن يتمتعوا بصحة وعافية، تم الاطمئنان عليهم من بعثة الحج المصرية، ويلقون جميع الرعاية الممكنة المقدمة لجميع الحجاج. ما يقرب من 300 حالة محتجزة بمستشفيات مكة المكرمة، معظم تلك الحالات هم أصحاب الزيارات الموسمية، يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة، ويتم خروجهم تباعا بعد إتمام خطة علاجهم. مرينا على مجمع ملك عبدالله الطبي، مرينا على مستشفى النور، مرينا على مستشفى الملك عبد العزيز. حقيقي كل مستشفى فيها عدد من المرضى المحجوزين، الغالبية العظمى المرضى المحجوزين هم من ما بعد الحج، مرحلة ما بعد الحج، يعني بقى لهم يومين وثلاثة. أغلب كل المرضى الحمد لله ما عندناش حالات خطيرة خالص، احنا مرينا عليهم وتابعنا حالاتهم حالة حالة. أغلب المرضى بيبقى مرضى عندهم إجهاد حراري، عندهم ضربة شمس، في بعض المرضى طبعا من اللي تبعية عندهم سكر أو ضغط. الفريق
مرور خاص بالمستشفيات الحمد لله متابع حالة حالة، وبينزل يمر عليهم مرتين يوميا لمتابعتهم، متابعة استخراج أي أوراق محتاجينها لإنها لمتابعة الحالة. جدا المريض راح حضر النسك ورجع تاني وفي المستشفى، فده رفع من روحهم معنوية جدا جدا. جهود مضنية وطارئة تبذل على مدار الساعة بالمستشفيات السعودية لعلاج وإنقاذ حياة ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين لإتمام شفائهم وعودتهم سالمين غانمين لأرض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري. مشاهدينا والآن مع أحوال الطقس في جولة التاسعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا حتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا السبت. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. غوتيريش يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على قطاع ورفح الفلسطينية. أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وترحيب عربي بالقرار. الأول لقيها إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مع مواصلة استهداف ضباط وجنود الاحتلال. مشاهدينا وصلنا ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. تحية لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.